أبو حسن من جازان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ خالد. حياك الله. أمسي على شيخنا الكريم الشيخ صالح. حياك الله. عندي سؤالين طالب الارتداد. سم عطني أبو حسن الأسئلة. السؤال الأول، التلفاز يا شيخ، حكم وجود التلفاز والدشة في المنزل، وأيضا أصبح وجوده حتى في السيارات والمكاتب. تفضل يا شيخ عن التلفاز يسأل. السلامة منها أحسن. طيب. ولا حد ملزمك بالتلفاز، كونك تسلم منه وتبعد عنه أحسن لك ولأهل بيتك.